إذا سافرت المرأة ومعها نساء أو معها امرأة واحدة فقط، فهل يسقط عليها المحرم في هذه الحالة؟ لا، لا يسقط، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمراد بالمحرم الذي تحرم عليه على التأبيد، وكذلك أيضا المراد به الزوج. نعم.